مساء الخير، مستمرين في حلقتنا عن وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام والقواعد النبوية، المنهج اللي وصانا به الرسول باتباعه. والتوصية لما تكون من خاتم الأنبياء والرسل فوقتها الوصية بقت ضرورة تتبع، من غيرها نضيع ونتوه في الدنيا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الوصية النهاردة عن أطر مهمة جدا في أساسات المعاملات الإنسانية بيننا وبين البشر، عن فك الكرب، عن التيسير، عن الستر، عن إننا نعين بعض على الدنيا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أربع حاجات هي أصول في العلاقات بين البشر: فك الكرب يعني يبقى حد في أزمة وتنقذه منها، التيسير على معسر يعني تسهل الدنيا على شخص مضغوط، الستر تستر على إنسان أخطاءه وذنوبه أو ستر لخصوصياته بشكل عام، رابع حاجة فكرة إنك تبقى عون وسند لغيرك بصفة عامة. دول أساسيات لازم يتوجدوا في تعاملاتنا مع البشر. خلينا نقول إن من الأول خالص إن رسالة الإنسان علشان يطبق عبادة صح هي إعمار الأرض. يعني إيه نعمر الأرض؟ معنى تعمير الأرض هو تعميرها بمنهج الله، يعني نشر منهج ربنا وتطبيقه بين البشر، فتتنقل وتتوارث المعرفة، فتتبني الأمم والحضارات على أساس هو مركزية الله مش هوى النفس وأغراض شخصية. ده أصل معنى التعمير. فدورنا في الدنيا مش دور فردي، هو دور جماعي. فالموضوع مش إن كل واحد يقفل على نفسه ويصلي ويصوم، ده الجانب النظري اللي بنذاكره وبنشحن بيه علشان نطبق الجانب العملي اللي هو التعاملات مع البشر. فكان لازم يتوجد منهج للتعاملات دي علشان نعرف نحقق الهدف الجماعي المطلوب مننا، إعمار الأرض. ومن رحمة ربنا إن كل واحد تكليفه على قد قدراته، فكل واحد اتخلق لمجموعة أدوار يعملها في حياته. العالم تكليفه يكتشف ويخترع، لكن وهو مركزيته وهدفه ربنا، ده دور من أدواره. والعامل تكليفه يشيل ويبني، وده دور من أدواره. الأم تكلفها إنها تربي. كل واحد فينا له أدوار مختلفة وبتتغير، بس الرحلة دي والأدوار دي أنت مش بتقوم بيها مع نفسك، طول الوقت معاك بشر هم زمايلك في الرحلة، أو نقدر نقول كلنا في لجنة امتحان واحدة، وطول الوقت بنتسأل وطول الوقت بنجاوب، وكل واحد بيحل لوحده وهيتحاسب لوحده. الفكرة إن ربنا ما أسسش الدنيا إن يبعت لكل واحد ملك يختبره، لأ، الأسئلة هتجيلك من خلال مؤثرات كتير حواليك. من ضمن المؤثرات دي البشر اللي هتقابلهم في رحلتك، هتتسأل عن طريقهم أسئلة هتختبر حقيقة معرفتك بالله ومنهجه، هتتعرض للي يشجعك على فعل حرام، وهتتعرض للي يؤذيك ويظلمك، وهتتعرض للي تتعلق بيه وتفقده، هتتعرض لأوقات احتياج وهتبقى عايز تاخد بس ما تديش، وهتتعرض لمواقف ما ينفعش فيها غير الستر. أسئلة كتير بنمتحن فيها، والإجابات هي ردود أفعالنا وتعاملاتنا في المواقف مع الناس. حديث النهاردة بيعرفنا على الأساسيات اللي بيها نحل صح، ولو اتوجدوا دول يعني اتزرع في قلبك معاني عميقة قوي، أولها الرحمة واللين والإحساس بالآخرين، القدرة إنك تحط نفسك مكان غيرك بغض النظر أنت بتمر بإيه. أصل لو كل واحد فينا استنى ظروفه تتحسن علشان يبدأ يفكر في غيره ويعينه، فمش هتخلص الظروف، وتراكمات ده على التعاملات بين الناس والعلاقات والمجتمع هتكون سيئة جدا. حق الآخرين علينا مش مرتبط بظروف وأوضاع، كل واحد بيشارك في حدود وسعه وبيطبق ده بمنتهى الصدق مع النفس ومع ربنا. كل ده بينعكس على صفات القلوب بالرحمة واللين والود واللطف والتغافل والعفو والصبر. كل الأخلاقيات دي مش هتتوجد من غير تعاملات مع البشر وإحساس بالآخرين، فبينتج عنهم قلوب سليمة بتقاوم أمراض القلوب من حسد وحقد وغل وكراهية. فحقوق العبادة علينا مش رفاهية ولا عطاء بنمن بيه على حد، دي واجبات ورسالة، ودي من أهم صور الإعمار في الأرض. معاملاتك مع البشر بتنعكس عليك قبل ما بتنعكس عليهم، سواء فك الكرب ولا تيسير أو ستر أو إنك عون لغيرك، إحساسك بغيرك بصفة عامة كل ده بينعكس عليك، لكن مردوده بيكون من ربنا مش من بشر. فمعاملاتك هي علشانك، وهي تمرين وتدريب وصيانة لقلبك علشان يفضل قلب سليم موصول بالله، ومع الوقت
بيحصل جوانا إحلال وتبديل، ما بنشوفش بشر، بنشوف ربنا في كل أفعالنا معاهم، وحتى أفعالهم معاك بتشوف فيهم سؤال ربنا اللي بعتهولك من خلالهم، ففي كل الأحوال بتعيش مطمن. هنتكلم بالتفصيل عن معاني الحديث مع ضيفنا الشيخ نادي سعيد من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.